السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح إزاي إني نزل برنامج برافيرا بي 6 آخر إصدار لي من شركة أوريكل. فالشركة دلوقتي عاملة حاجة جديدة إن أنت تقدر تنزل البرنامج بنفسك وتقدر إن أنت تاخده توتالي فري بدل ما تنزل كراكات. فإحنا بننزل دلوقتي البرنامج بشكل قانوني 100%، مفيهوش أي مشاكل. اول حاجه هتخش على اللينك دوت، اللينك ده هتلاقيه موجود تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو دوت، وده اللينك اللي هتعمل منه لوج ان. فطبعا انا هنا لسه بادئ معاكم بالظبط، فهعمل كريت اكونت، وانت برضو لما تيجي تشتغل هتبدا تعمل كريت اكونت، تبدا تملأ التفاصيل دي كلها. بعد ما مليت كل التفاصيل بتاك كريت اكونت، هيبعت لك ايميل على الاكونت بتاعك، هتعمل فيريفاي، هيقول لك خلاص ان انت كده نجحت والاكونت بتاعك جاهز انك تستخدمه، تك كونتينيو. طبعا هتسيب بقى اللي انت عامله ده كله وترجع لاول لينك خالص اللي هو اللي انا كنت مديهولكوا اصلا. يعني هنقفل ده كده ونروح للينك الاساسي اللي هو كان موجود في الاول خالص، اللي كان موجود فيه ساين ان، وهنعمل ساين ان. نكتب هنا اليوزر نيم والباسورد اللي احنا لسه مسجلين بيهم، نعمل ساين ان. طبعا هيبعت لك الرسالة ديت، ودي رسالة لأن لسه لازم يتعمل لي فاليديشن عشان خاطر يبقى مسموح لي إن أنا أبدأ أنزل البرامج بتاعت أوريكل بدون ما أحتاج إن أنا أشتريها. الموضوع ده بيستغرق بعض الوقت، فهنعمل تشيك عليه بعد شوية لأنه هيبعت لي رسالة. جالي إيميل بعد كده بعديها بما فيش يعني أقل من 24 ساعة كان وصل الإيميل دوت، هنفتك على اللينك. بعد كده هنعمل ساين إن عادي خالص، ساين ان. بعد كده هنكتب هنا اللي احنا عاوزينه، واحنا عاوزين اصلا برنامج برافيرا بي 6 بروفيشنال بروجكت مانجمنت. تلاقي عندك كل الاصدارات موجوده، ده اخر اصدار ان الشركه منزلاه ومفيش اجدد من الاصدار دوت، لان انت اوريدي اصلا بتنزل حاليا دلوقتي من موقع الشركه نفسه، فتختار انت تضيفه للعربه بتاعتك. وبعد كده تعمل تشيك اوت. هتيجي هنا في التشيك اوت هتلاقي تفاصيل بتاعت التشيك اوت بتاعتك. فانت هنا ايه، احنا منزلين ويندوز بتاعي 64 بت وأول، ندك كونتينيو. هيقول لي لازم توافق على التيرمز ديت، فننزل تحت كده نعمل له اي اكسبت وبعدين كونتينيو. هيقول لي يفضل ان انت تديني فيدباك والكلام ده كله، فطبعا عاوز تديله فيدباك اديله عادي مش مشكله. بعد كده هيتاكد الحاجات اللي انت عاوز تعملها داونلود هي دي بالظبط ولا لا، فخلاص هو ده الملفات فعلا اللي احنا محتاجينها عشان خاطر نعمل داونلود، فهنعمل داونلود. هيطلع لنا حاجة زي دي كده، هنتك داونلود ستارت، وبعدين نفتح الفايل ده. I agree. Next. هيقول لي بقى حدد المكان اللي انت هتعمل فيه الداونلود. بعد ما اخترنا المكان يبدأ بقى الجهاز يعمل داونلود، ونستنى لحد ما يخلص الداونلود بتاعه. طيب هو دلوقتي خلاص خلص، هنبدأ نفتح المكان اللي احنا سجلنا فيه الفايل بتاعتنا، تك اوبن وينرال، تلاقي الفايل بتاعنا اهوت. هنبدأ نعمل له اكستراكت، اكستراكت تو، ونختار المكان اللي هنحط فيه الفايل بتاعنا، ونستنى لحد ما يخلص اكستراكت. بعد كده نقفل كل الكلام ده ونروح للمكان اللي اتعمل فيه اكستراكت للفايل بتاعنا، ونبدأ نعمل سيت اب. طبعا هنتك تيبيكال عادي، ادفانسد لو انت عاوز تنزل حاجات معينة بس في البرنامج، بس احنا هننزل البرنامج كله عادي. انستول.
بعد ما نخلص تك اوكي، بعد ما خلصنا تك اوكي يظهر لك الرسالة ديت، تيجي تختار هنا بي 6 برو وبعدين تك نيكست، وهنعمل هنا اد نيو داتابيس نيكست، نبدأ نملأ الكلام ده كله. طبعا يفضل انك تخلي الباسورد ادمن واليوزر نيم ادمن برضو، والعملة اللي انت هتشتغل بيها في بلدك احنا هنخليها هنا يوز دولار عادي، وبعدين تك نيكست. هنا هيقول لك المكان اللي هو هيحفظ فيه الفايلات بتاعته، هنخليه مكانه زي ما هو كده في تك نيكست، وهننتظر لحد ما الكونكشن يكون سكسسفولي. وكده خلاص احنا عملنا كونكشن بين الجهاز بتاعي وداتابيز، تك فينش. طيب كده احنا خلاص سطبنا البرنامج، نيجي نبحث هنا في السيرش، نكتب بس بي 6 هو دوت، نفتحه، هنبدأ نسجل الباسورد واليوزر نيم اللي احنا كتبناه، ودي اللغة، فهنتك كونكت. كده هو بيعمل كونكت على الداتابيز اللي احنا سجلناها من شوية. هيبدأ يظهر لنا الرسالة ديت. هو هنا بيقول لي ان انا ما حددتش بالظبط ايه هي الصناعة اللي انا هشتغل فيها، فانا المفروض ان انا اعدل حاجة زي كده من admin preferences، فده هنعملها جوه البرنامج نفسه، فنتك اوكي. شكل البرنامج الحمد لله فتح اهوت، نبدأ نعدل admin preferences industry، نبدأ نحدد انت هتشتغل ايه بالظبط. انا مهندس مدني طبعا، فهنشتغل engineering and construction، فنتك close وهنقول له اوكي. طيب كده احنا البرنامج نزل بشكل جميل جدا، ودي طبعا برامج هنا جاهزه مثلا ممكن ان احنا نفتحها نبص عليها عادي جدا عشان نتاكد ان البرنامج شغال. برضو طبعا دي شغال اهو، التايم لاين شغال زي الفل، وكده البرنامج بتاعك متاكتف مفيهوش اي مشكله، في نفس الوقت قانوني يعني انت مش مثلا مش نازل كراك او اي حاجه من الحاجات دي كلها. فدي كانت تجربتي مع البرافيرا بعد طبعا فيديوهات كتير جدا من العناء ان احنا ننزل حاجه زي كده. فاتمنى لو الفيديو ده عجبكم تنشروه بين اصحابكم وتعملوا لايك وتساووا سبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.